انت تقدر تديني في بقي حلاوة اكثر من حلاوة الضعف، اقدر. انت تقدر تديني في مشاعري انتعاش في مشاعري بدون ان احد يجرح مشاعري، من غير احتاج لما اخر يعطيني مشاعر، اقدر. انت تقدر تديني حضن مشبع ولا اكون بعد في احتياج لاخر يحضني، اقدر. اقدر طبعا، واشبعك واغنيك وافرحك وارفعك، ولا تحتاج بعد الى اي شيء. وهذه كلها يعمل ايه؟ تزاد لك طول النهار. نقول ايه؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لك. واقف اصلي، يا رب ما تنساش، اكيد انت ما انتش ناسي، بس يعني انا احب اذكرك. واحد اثنين ثلاثه، الخطه بتاعت ازاي يكون يسوع وكف، ان كان فارق معك، ان كنت تريد ان تخرج من الحاله دي لحاله افضل. هذه الحاله، حاله الشبع دي، تمتع بها كثيرون، صغيرين وكبار، نستعجب قوي ازاي الناس دي كده ولا حاجه، الناس دي شبعت بيه. هقول لك بسرعه، لان الجزء الثاني اللي هو ازاي يكون يسوع وكفى، ازاي اشبع بيسوع بس تماما، مش عاوز حاجه. وخلي بالك، علامه انك بتشبع بيسوع بس، وعلامه انك شبعت بيسوع بس، انك تدور حواليه، ما تدورش حوالين نفسك. من يدور حوالين نفسه ما زال لم يشبع، حتى لو في الخدمه، معلش، حتى لو في الكنيسه، ان انا ادور حوالينه هو، مش حوالين نفسي، مش حوالين ذاتي، مش مهم. انا مش باين لان انا فيه، انا جوه اعماقه. زمان واحنا اطفال يقول لك فين المسيح؟ تقول له جوه قلبي. دلوقتي فين المسيح؟ لا، انا فيه، انا جواه، انا مستخبي فيه. فاللي بيبص يبص على المسيح، ما تفتحش بقك. الناس تشاور عليك، ولا تحتاج ان تشاور على نفسك، ولا تصرخ باحتياجك، هو يعلم. ولو عايز اقول لك، لو اختبرت هذا الشبع انت تبقى في حته تانيه خالص خالص خالص. يعني ايه؟ يعني معاك وكانه معكش، كانك تملك كل شيء ومعكش حاجه. الكفقراء ونحن نغني كثيرين، ده شبع. كان لا شيء لنا ونحن نملك ايه؟ كل شيء، ده شبع.